أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى أكثر الناس يصلي قبل صلاة الجمعة في 4 ركعات، فما هو أفضل؟ أن ينوي في هذه الركعات، هل ينوي أنها تحية المسجد أم ينوي أنها صلاة الضحى؟ أما ما هو المشروع والأفضل في حاله هذا؟ من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين، ثم إن شاء زاد عليها ما شاء من الصلوات، ولو صلى إلى أن يأتي الإمام كان أحسن، ولو صلى تحية المسجد أو يذكر له معه وجب جلس يتلو القرآن أو يذكر حتى حتى حتى. ومن دخل والإمام يخطب فإنه له لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلس يخطب، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال له صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. فإذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين في هذا الحديث. نعم. وأما بعد الجمعة فالراتبة أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات بثلاث تسليمات، هذا أكثر ما ورد. وإن أتى بـ4 ركعات في تسليمتين فلا بأس.